الخلود مش مجرد كلمة في كتاب الوجود، الخلود إنك تكون موجود على مر الزمان، إنك تكون إنسان بس من نوع مختلف، رافض يقف في المنتصف، قادر يدوس على المستحيل ويوصل للهدف بالنصر أو بالشهادة، إنك تكون خالد على طول الحياة، معناه إنك تعيش وتموت بطل بعد الرحيل طاقة أمل، إنك تكون للناس مثل وذكرى باقية ما تنتهيش، إنك تجود بالروح علشان غيرك يعيش. دي حكاية الأرض اللي تروت بدم الولاد، الجنة للشهداء والأرض للأحفاد، من شرق مصر لغربها، من بحرها لآخر نقطة في حدود الصعيد. حكاية مصرية والبطل هو الشهيد. ألو؟ أيوة يا حبيبتي. يعني ينفع ما تكونش معايا في يوم زي ده؟ معلش يا حبيبتي، إن شاء الله أجيلك. تمام يا فندم، تم رصد مجموعة إرهابية بإحدى المزارع الموجودة جنوب النقطة 65. تم تحرك القوات للتعامل يا فندم. عشان احنا نعيش، وحتى موته مختلف، موته مليان حياة لينا ولي ولبلدنا كلها، زي عمك خالد كده. مش هو مات في الحرب شهيد؟ بس احنا لسه فاكرينه، وهيفضل عايش معانا وفي قلوبنا طول العمر. لازم كل واحد فيكم يا ولاد يكون عنده حلم لما يكبر. علشان كده انا عايز اسالكم كلكم، كل واحد نفسه يبقى ايه لما يكبر؟ انت يا هاله نفسك تبقي ايه لما تكبري؟ نفسي ابقى دكتوره. برافو.
وانت يا خالد نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى زي البطل عبد المنعم رياض. اشمعنى البطل عبد المنعم رياض؟ علشان هو مات وهو بيدافع عن بلده. برافو. هو خالد اتأخر كده ليه؟ ادعيله ربنا معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكلك بيقول خير. الحمد لله بقيت ظابط وقبلت في الكلية الحربية. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، ألف ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك يا حبيب قلبي. مالك يا بابا؟ أنت مش فرحان ولا إيه؟ يكون مالي يعني، فرحان لك طبعا. حضرتك عارف يعني ده حلم من زمان. ربنا يحقق لك كل اللي نفسك فيه. ما تسمعيني زغروت عم خالي. ان شاء الله الاجازه الجايه نكتب الكتاب على طول. الله، مستعجل قوي كده ليه؟ خير البر يعجله يا استاذ محمود. عارف ان انا وعلي اتعرفنا على بعض واتجوزنا في شهرين. عشان كده بقى انت طالع مستعجل زيهم. ايوه. وايه اللي يمنع عمي؟ ولا العروسه يعني ممكن تغير رايها؟ انا باكد عليك الدكتور خلاص حدد ميعاد الولاده يوم الخميس الجاي. هتبقى معانا؟ ان شاء الله. وهكون اول واحد في استقبال معالي الباشا. ان شاء الله. اهم حاجه بس ترجع لينا بالسلامه. كل ما بسمع الاخبار اليومين دول قلبي بيوجعني. متقلقيش عليا. انا عايش مش هموت. بطل الكلام ده لو سمحت. يعني اديك اكون اقل من اخواتي؟ وبعدين معاك بطل، خلي بالك من نفسك. عارفه؟ احنا عندنا في الجيش عقيده ثابته. هي انه هنعيش فوق الارض اعزاء ينكون في بطن الارض شهداء، يعني كده كده قاعد في قراميزك. وبعدين معاك بقى. خلاص بقى، ما هتيجيش. بطمن عليك. اوعي تولدي من غير. مش هولد من غير. هلحقك قبل الولاد. ميرسي. خلي بالك من نفسك. حاضر. سلام. لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عارف يا محمود، المستشفى دي كان وشها حلو عليا. ام خالد سقطت 4 مرات، ولما حملت في خالد اتولد هنا في المستشفى وسميته خالد على اسم عم الشهيد. ربنا يحفظه ويرجعه لك بالسلامه ان شاء الله. خالد كلمني وقال انه جاي، وانا عمال اكلمه التليفون بيرن ومحدش بيرد. اكيد ما سمعش التليفون ولا حاجه. مبروك يا استاذ علي. الله يبارك فيك. هو ده اول حفيد ليك؟ اه ده اول حفيد ليا. وهتسمي الجميل ايه بقى؟ ايوه يا خالد، ده انت اتكلمت في الوقت المناسب. البيم عليه لسه مشرف، خد بقى علشان تسمع صوته. الو الو. ايوه. هو مش ده تليفون خالد؟ ايوه، بس خالد راح عند ربه شهيد. في ايه يعني؟ هتسميه ايه؟ هسميه خالد. هسميه خالد. سيبلك اسم وسط الناس هتفضل بيه بتتباهى، سيبلك صورتي بالقبر، سيبلك جنبها رسالة عشان خاطر بلدنا تعيش طبيعي يضحوا رجالة. أبوك اختار البلد يكون جبر حامي، أبوك اختار يموت علشان هدف ثاني، بتمشي الناس لكن عايشة عايشة الأسامي.
سايب لك ناس بتدعي لابوك يكون في الجنة قصر يا رب وهيحبوني ويحبوك. سايب لك بعد مليون أب سايب لك يا ابني كنز كبير ملوش آخر ولا له حصر. سايب لك أرض كلها خير سايب لك إيه سايب لك مصر أبوك اختار ببلده يكون قدر حامي أبوك اختار يموت علشان هدف سامي. هتكبر بكرة وهتفهم هتفهم قصدي وكمان